بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم محمد حمادة، Assistant Professor of Food Hygiene, Department of Food Hygiene and Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Sadat City, Egypt. أهلا بكم في المحاضرة الخامسة من سلسلة محاضرات الميت هاجين. محاضرة النهاردة إن شاء الله بعنوان Ante-mortem Inspection. تعالوا بداية نشوف يعني إيه ميت Inspection. الميت Inspection عموما هي Screening and Sanitary Control of Animals and meat. ليه؟ To provide safe and wholesome meat for human consumption. يعني أنا بعمل meat inspection ليه؟ عشان أوصل في النهاية إلى لحوم سليمة وآمنة توصل للمستهلك بشكل ظريف وجميل ولا يسبب لها أي مشكلة، لا للأنيمال ولا للإنسان. بتتم على مرحلتين، مرحلة ما قبل الذبح بيسموها البيفور ديس او بيسموها الانتي مورتم ايه الانتي مورتم انسبكشن، وده موضوعنا النهارده. المرحله الثانيه هي بعد الذبح اللي هي بيسموها البوست مورتم ايه البوست مورتم انسبكشن. مين بيقوم بيها؟ اللي بيقوم بالانسبكشن عموما سواء انتي مورتم او بوست مورتم هم البابليك هيلث اوثورتيز، اللي هم مين؟ الفيترينيريانز والميت انسبكتورز. بيقوموا بيها فين؟ بيقوموا بيها في الاباتوار سواء في اللارج او في السلوتر هول نفسه. الانتيمورتم انسبكشن وهي موضوعنا النهارده هي it is the inspection of live animals and birds prior to slaughter. فحص الحيوان قبل ما يتذبح في اللارج في الكارانتينا، ده هي الانتيمورتم انسبكشن. طبعا كل اللايف ستوك presented for slaughter must receive antimortem inspection. It is an important step in the production of wholesome meat for human consumption. طبعا مهمة جدا مرحلة الانتي مورتم انسبكشن، لأن أنا في حاجات في أخطاء مخاطر كتير جدا ممكن أقدر أمنعها من الوصول للهيومن أو للأنيمال نفسه في مرحلة إيه؟ في مرحلة قبل الذبح، قبل ما أخش للصالة بتاعة الذبح خالص أنا ممكن أمنع مشاكل كتير جدا من خلال الانتي مورتم انسبكشن. أنا من خلال الانتي مورتم انسبكشن بشوف كل الأبنورماليتيز، بتشوف كل الأبنورماليتيز في البشر، في البوستشر، في الموفمنت، في البيهيفير، ممكن انا اعمل لها ديتكشن في اللايف انيمال قبل ما يخش للايه لصاله الذبح. طيب في هنا برضو نقطه مهمه جدا، خلينا بس نجيب الليزر. هي اول حاجه ايه اهداف الانتي مورتم انسبكشن؟ اهداف الانتي مورتم انسبكشن رقم واحد عندنا هو البروتكشن اوف هيومن هيلث، ان انا بحمي صحه الانسان. منين؟ من الزونوتيك ومن الميت بورن ديزيزز، من الزونوتيك ومن الميت بورن ديزيز. انا بحمي اليومن ده سواء كان كونسيومر او سواء كان عامل شغال فعلا في عمليه الذبح اللي هو السلوتر ايه؟ السلوتر بيرسونال. طيب ايه تاني؟ الاهداف الاخرى هي البروتكشن اوف انيمال هيلث، ان انا بحمي صحه الحيوان نفسه. طبعا مهم جدا 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 مرحله الانتي مورتم انسبكشن هي بتعتبر سيجنيفيكانت ايرلي ديتكشن بوينت فور نوتيفايبل ديزيز. النوتيفايبل ديزيز الامراض اللي بتنتشر بشكل كبير جدا وتسبب لي مشاكل في المجتمع سواء كان هيومن او سواء كان انيمال، انا بقدر من هذه البوينت بتاع الانتي مورتم انسبكشن اقدر اتحكم فيها واقدر اخد بالي كويس جدا من وجود النوتيفايبل ديزيز، وبالتالي اقدر احمي المجتمع من سيفير كونسيكونسز ممكن تحدث للناشونال انيمال هيلث، للناشونال انيمال تريد، للناشونال انيمال ايكونومي. ايضا من ضمن الاهداف المهمه جدا للانتي مورتم انسبكشن هي المونيتورنج والامبروفمنت اوف انيمال ويلفير، رفاهيه الحيوان دي نقطه مهمه جدا جدا، لانها زي ما احنا قلنا قبل كده في البريسلوتر كير قلنا ان الانيمال ويلفير فيري فيري امبورتنت للحصول على جود ميت كواليتي، وبالتالي انا لازم اخد بالي بقى من الانيمال ويلفير بروسيسز في الانتي مورتم انسبكشن، ان انا اعمل ديتكشن للاكزيستنج او البوتنشال بروبلمز، وفي نفس الوقت اعمل امبلمنتيشن اطبق الابروبريت كنترول ميجرز المعايير المناسبه للحفاظ على هذا الانيمال ايه الويلفير، وبالتالي باخد بالي من البري سلوتر كير بروبلمز، باخد بالي من الهيجينيك ريسكس اللي ممكن تحدث، باخد بالي من الريزيديوز ريسكس اللي ممكن تكون موجوده، باخد بالي من الامراض عموما الديزيز اللي هي ما اقدرش اكتشفها في البي ام انسبكشن، يعني في امراض كان نوت بي ديتكتد في البي ام انسبكشن زي امراض الريبز، زي التيتانوس، زي الاستريوزس، زي البويزنينج، زي الانسفالايتس،
كل الحاجات دي كلها بكتشفها في الانتي مورتم، ولكن لا استطيع اكتشافها فين؟ في البوست مورتم، ما بيبقاش لها ليجن واضحه قدامي، وبالتالي الانتي مورتم فيري فيري امبورتنت. البروسيس نفسها بتاع الانتي مورتم انسبكشن بتبدا من وصول الحيوان ات ذا تايم اوف ارايفل، ذا كونديشن اوف انيمالز اند ترانسبورت فيكل كان بي اسيست اور ايفالويتد. اول ما الحيوان يوصل بقيم الفيكل اللي موصله الحيوانات، بقيم الحيوانات من خلال نظره خبير، تمام. بعد كده التايم الانسبكشن شود بي كاريد اوت دايركتلي، بعملها مباشره اور within 24 اورز، خلال 24 ساعه افتر ارايفل، لان التايم هنا ساعات بيفيدني في بعض الامراض، ان الديزيز مي بيكم مانيفست از تايم بروجريس. وفي نفس الوقت ان انا لو عملتها دايركتلي بعمل ايه؟ بعمل بريفينشال للفرزه سفرنج اوف انيمالز، ان انا مش لازم ما دام ما عنديش مشكله واضحه ومش محتاج اخلي الحيوانات يفضلوا شويه من الوقت تاني، لا انا على طول اعملها دايركتلي واخلص الحيوانات من السفرنج ومن المعاناه بتاعه الايه النقل والكلام ده. طبعا مهم جدا جدا لو وصل الحيوان ومعاه شين انفورميشن، لو وصل الحيوان ومعاه شين انفورميشن it is an ideal situation that anti-mortem inspection will be accompanied by chain information relating to the animal life and relating to the animal health history. هنا يقوم بقى من خلال هذه البيانات ومن خلال هذه chain information الفيترينري انسبكتور يقدر يبص عليها، يقدر يسجل حاجات، ويقدر ياخد انطباعات معينة، ويقدر يكون رأي، ويقدر ياخد decision after that. chain information دي اللي بتيجي مع الحيوان بتديني يوسف الانديكيشنز الى حاجات مهمه جدا، بيديني معلومات مهمه جدا عن الحيوان. في ايه؟ اول حاجه الاوفر اول هيلث ستاتس اوف ذا هيرد اور فلوك اوف اوريجين. انا باخد بالي بقى من خلال المعلومات اللي جايه لي، ده في مفيش امراض، لا ده كان في امراض امبارح اول امبارح السنه اللي فاتت، باخد بالي من هذه الامور اني اقدر اعرف الاوفر اول ايه الاوفر اول هيلث ستاتس اوف ذا هير. النقطه الثانيه اللي بعرفها من خلال هذه الدوكيومنتس وهذه التشين انفورميشن هي بوسيبيليتي اوف بينج كرونيك ليجنز ان ذا كاركاس بروديوس، ان انا باخد بالي ان من خلال هذه البيانات ومن خلال هذه المعلومات اقدر اعرف واخد بالي ان ممكن يكون في كرونيك ليجنز تظهر لي فين في الكاركاس بروديوس دي بعد كده بعد الذبح. ايضا مهم جدا هذه التشين انفورميشن بتديني جارانتي، بتديني ضمان ان no chemical residues in the meat as a result of medications administered or pesticide used. وبناء على هذه التشين انفورميشن وبناء على نظرتي والسكريننج اوت بتاع الحيوانات والسكريننج والسجريجيشن بتاع الحيوانات والكشف الطبي عليها والكلام ده كله، بقدر اكون ايه في النهايه، بكون ايه راي. الراي ده بسجله في ريبورت، الريبورت ده بيبقى في الاونر نيم، في النمبر بتاع الانيمالز، في السبيشيز، في السكس، في التايم والديت بتاع الانتي مورتم انسبكشن، في الكلينيكال ساينس اللي انا شفتها، في الريزونز بتاعه الحيوان ليه انا مخلي حيوانات يقعد في عندي هنا، ايه الاسباب، 1 2 3 بمضي في الاخر كسيجنتشر بتاع الانسبكتور وخلص الموضوع على كده. كده انا خدت قرار طب ايه هو القرار بقى؟ هنعرفه بعد شوي، ولكن قبل القرار بنعرف ان الكومبوننتس بتاعه الانتي مورتم انسبكشن عباره عن تو مين كومبوننت. اول حاجه لما باجي بعمل الانتي مورتم انسبكشن بعملها ازاي؟ الاول بعملها ان انا بعمل سكريننج الاول للحيوانات، الحيوانات قدامي اهي، بعمل سكريننج اوت للحيوانات، سكريننج للحيوانات ثم سيجريجيشن للحيوان اللي انا سسبكت ان فيه مشكله. يبقى بعمل سكريننج للحيوانات، مسح تام كده وفحص، وبعد كده احجز الحيوانات انا سسبكتد ان في ايه، ان في ديزيز او في انساتسفاكتوري كونديشن، مش لازم يكون ديزيز، ممكن يبقى انساتسفاكتوري ايه كونديشنز. وبالتالي اي حيوان ذات ديفييت فروم نورمال شود بي سيجريجيتد ديورنج ذا انيشال سكريننج بروسيس. اي حيوان خارج عن، ولذلك هنا خبره الطبيب هنا مهمه جدا، ان الواحد يكون عارف النورمال عشان يقدر يعرف الاب نورمال ويعزله. طبعا مش كل الابنورمال بيتعزل، يعني في حاجات ما بتبقاش لها سيجنيفيكانس، يعني مثلا ايه، حيوان عنده قرن واحد وما عندوش قرنين، في اكسترا تيت موجوده، في مينور كات يعني قطع بسيط مش هيسبب مشكله كبيره، الحاجات دي ما تعتبرش ايه، ما تعتبرش اسباب اعمل بيها سيجريجيشن الحيوان واعزله والكلام ده. فانا بعزل على حاجه لها ايه، لها اهميه. اما الجانب الاخر والخطوه الثانيه والكومبوننت الثاني المهم للانتي مورتم انسبكشن هو
ان خلاص بقى انا عملت سيجريجيشن وعملت سكريننج اوت لبعض الحيوانات، هبدا اعمل لها فيترينري اكزامينيشن، واعمل ايه بناء على الاكزامينيشن، اعمل دايجنوزس اشخص بقى، وبناء عليه هيبدا يؤخذ ايه، يؤخذ قرارات اللي هنعرفها برضو في نهايه المحاضره. طيب من خلال السكريننج ومن خلال عين الفيترينيريان وعين الانسبكتور اللي بيبص ده، هيشوف ايه؟ هيشوف ابنورماليتيز. هو المفروض انه يشوف ايه؟ ابنورماليتيز. الابنورماليتيز ممكن تكون في ايه؟ ممكن تكون في البريثنج، زي بريثنج باترن ديفرز فروم نورمال، زي مثلا الفريكوانسي بتاع الريسبيريشن نفسه مختلف. الفريكوانت الطبيعي لازم تكون عارفه، انسان بياخد شهيق وزفير بمعدل معين، الحيوان نفس الكلام، لو زاد المعدل ده يبقى في مشكله. فريكوينت كافينج، في كحه، في ديفيكالتي في البريثنج، صعوبه في الايه، في صعوبه في الايه، في البريثنج. طيب ايه تاني؟ في ابنورماليتيز في البيهيفير، في سيجنيفيكانت ثينجز ممكن تشوفها في البيهيفير برضو. طبعا البيهيفير كل ده من خلال الانسان بيبقى عارف النورمال اصلا، ففي بيبقى سيجنيفيكانت مهم جدا، البيهيفير مهم جدا في بعض الفيري سيريس ديزيزز زي امراض الريبز، البوفاين سبونجي سبونجي فورم انسيفالوباثي اللي هو البي اس اي، جنون البقر، الليد بويزنينج. الامراض دي لازم تكون عارف الساينس بتاعتها والعلامات بتاعتها، لانها بتبين لك جدا ان، ودي امراض زي ما احنا قلنا من الصعب ان انا اعرفها بعد الايه، بعد الذبح. فهنا البيهيفير والابنورماليتيز الموجوده فيه فيري امبورتنت، ودي تعتمد على خبره الطبيب البيطري. الابنورماليتيز في الجيت، الماشيه نفسها بتاع الحيوانات تكون عارف الماشيه الطبيعيه، لان الابنورمال جيت، الابنورمال جيت اور انيمال از ريلاكتنت تو موف، او سواء كان في ابنورمال جيت او في حيوان مش راضي يمشي، مش قادر يمشي، مش قادر ياخد القرار بتاع المشي، ده معناه انديكيشن على البين. البين ده ممكن يكون جاي منين؟ جاي من الليجز، جاي من التشيست، جاي من الابدومين، او ممكن تكون هذه الامور انديكيتنج نيرفس ديس اوردرز. نيرفس ايه؟ نيرفس ديس اوردرز. زي ما احنا شايفين الوضع الطبيعي بتاع الحيوان مثلا، ده النورمال الجيت بتاعه الطبيعي، هنا تيرند اوت تلاقي رجله ملويه ناحيه بره كده يبقى في مشكله، ملويه ناحيه جوه كده يبقى في مشكله. كل دي حاجات لازم عين الدكتور تبقى واخده عليها وعارفاها. في ابنورماليتيز في البوتشر، الوضع بتاع الحيوان وهو واقف، ان مثلا تلاقي الحيوان مثلا ايه، ستاند ويز ذا ابدومين تاكد ان، يعني شاف بطنه لجوه، دي في مشكله. لاي ويز اتس هيد تيرند and along its side، لو رقبته كده على ايه، على جسمه. stand with its feet stretched out in front، فاتح رجليه الاثنين قدامين قوي زياده عن اللزوم. stand with its head and neck extended، واقف ورقبته وراسه extended لقدام بشكل متخشب كده، لا انا بيبقى في مشكله. unable to rise، مش قادر يقف، مش قادر يقف، ممكن يكون بيتهز كده ومش مظبوط في البوستشر بتاعه. في الحاله دي بيبقى باخد بالي من هذه الايه، من هذه الامور. في ابنورماليتيز في الديسشارجز او البروتروجنز فروم بودي اوبننجز، الاقي مثلا ديسشارج فروم نوز، الاقي بلادي دايريا مثلا، اكسسيف سلايفا كامينج اوت اوف ذا ماوس، افتر بيرث هانجينج اوت اوف ذا فالفا، كاف ليج اور يوترس بروترودنج فروم ذا فالفا، انتستين بروترودنج فروم ذا فروم ريكتم، الاي بروتروجن، كل دي حاجات بنقول عليها ايه، سواء بتبقى ابنورمال ديسشارجز اور ابنورمال بروتروجنز فروم ايه، فروم ذا بودي اوبننجز. في ابنورماليتيز في الالوان، في الكالر، الاقي مثلا بلاك ارياز اون ذا سكين اوف بيج مثلا زي كده، ممكن الاقي مثلا ريد ارياز في اللايت، اللايت كالرد ايه، اللايت كالرد سكين، ده انفلاميشن زي كده برضو. دارك بلو ارياز زي في حالات الجنجرينس ادر، اليلو كالريشن اوف ذا اي اور سكين زي ما احنا شايفين في السكين كده، يلو كالريشن زي حالات الجوندس. ايضا في ابنورماليتيز في الاودر، ودي صعبه قوي ان انا اعرفها في اثناء الانتي مورتم انسبكشن، ديفيكلت تو بي ديتكتد في الانتي مورتم انسبكشن زي حالات الابسس اودر. وهنا في الحاله دي لو انا شاكك في حاجه، الانيمال شود بي هولد فور فيترينري انسبكشن، وباخد بقى قرار بفتح ابسس او كده عشان اشوف الاودرز وكده. النقطه اللي بعد كده اللي هي الابنورماليتيز في الابيرنس او الكونفورميشن، الحيوان عموما ممكن يبقى فيه ايه، سويلنج في السكين مثلا يبقى ابسس، انلارج جوينتس زي ما احنا شايفين كده ممكن تبقى حاجات برضو غريبه، ممكن سويلنج في الامبليكس
سويلنج فين في منطقه الامبليكس، ممكن جريتلي انلارجد ادر زي كده، ممكن مثلا بلوتد ابدومن، سوولن ليجز، انلارجد جو زي حالات اللامبي جو، البندولاس لور ابدومن ممكن تكون زي كده هانجنج داون يعني، سويلنج اوف سبكوتينس ليمف نودز زي كده ممكن. كل دي حاجات بتبقى ابنورمالتيز تقدر تشوفها بعينك المجرده والحيوان واقف قدامك. كل الابنورماليتيز دي بتبقى اصلا موجوده في الديزيزز المختلفه. وبالتالي انا من خلال خبرتي كطبيب برضو بقدر من خلال خبرتي بعرف الحاله العامه اللي موجوده قدامي من خلال هذه الديس اوردرز او هذه الابنورماليتيز هي امراض لايه. طيب الامراض اللي انا بشوفها في الانتي مورتم انسبكشن ممكن تبقى جنرال باثولوجيكال كونديشن زي حالات الفيفر، بايركسي، انفلاميشن اوف فايرال ديزيزز، سيبتيسيميا، توكسيميا، بروزس، ابسسز، ايماسيشن، اوديما، اماتيوريتي، بويزنج سواء كان من بلانت او كيميكال، حالات ايماسيشن زي ما احنا شايفين كده، حالات بويزنج زي كده، يعني دي برضو مجرد فقط امثله. الامراض ايضا اللي بشوفها في الانتي مورتم ممكن تبقى فايرال ديزيزز، بنقول عليها بس سبيسيفيك ديزيزز بقى. اول حاجه في السبيسيفيك ديزيزز هي الفايرال، الفايرال زي الاف ام دي مشهور جدا طبعا، زي سواء كان في الفوت او في الماوس، الريندر بيست، الفيزيكال استوماتيتس، المالجننت كاتارال فيفر، الريبز، لامب سكين ديزيز، البوفاين هيربز، درماتوفاتيك ديزيز، انفكشوس بوفاين رينو تراكيايتس، بوفاين فايرال دايريا، البوفاين ليكوزس، كل دي امراض فيروسيه بتبان قدامي في الانتي مورتم انسبكشن من خلال اعراض معينه. امراض بتسببها البرويونز، البرويونز اللي هي بنقول عليها انفكشوس بروتين زي البي اس اي، حالات جنون البقر، الماد كاو ديزيز، ودي شكل المثال يعني الصوره اللي قدامنا. في امراض بتسببها الريكيتسيا، بتسببها المايكوبلازما زي الهارت ووتر ديزيز اللي بيسموه الهايدروبيريكارديوم، حالات الكيو فيفر سواء بيسموها كوينزلاند فيفر، نايل مايل فيفر، امريكان كيو فيفر، استراليان كيو فيفر، كونتيجيوس بوفاين بلور نيمونيا، دي امراض بتسببها الريكيتسيا والمايكوبلازما. في امراض بكتيريه ودي كتيره جدا جدا زي البلاك كوارتر ديزيز، بلاك كوارتر ايه؟ البلاك كوارتر ديزيز زي الصوره دي. في برضه البتوليزم، مالجنانت اوديما، تيوبركلوزس، يونز ديزيز اللي هو البوفاين بارا تيوبركلوزس، ليبتوس بايروزس، بروسولوزس اللي هو كونتيجيوس ابورشن، انثراكس، انسالمونولوزس، هيموراجيك سبتيسيميا، كاف ديفثيريا، اكتينو باسيلوزس زي الودن تانجز زي الصوره دي كده، اكتينو مايكوزس زي الصوره دي اللي بيسموها اللامبي جو، كونتيجيوس بوفاين بيولونيفرايتس، المترايتس، الماستايتس، اندوكاردايتس، تروماتيك ريتيكولوبريتونايتس زي تروماتيك جاسترايتس وتروماتيك ريتيكولايتس، كل دي امراض بنقدر نشوفها. امراض البارازيتك ديزيزز عموما، البارازيتك ديزيز ثلاث اقسام، امراض بتسببها الهيلمنسز سواء كان سيستود، تريماتود، نيماتود، زي اللانج وورم، زي الفاشولياسيس، زي دايكيروسيليام دينتريتيكام انفستيشن، الاوسيفاجو استوماتيتس اللي هي بيسموها نودولار وورمز او بيسموها البيمبلي جات، سيستيسيركوزس، الهيداتيد ديزيز زي الهيداتيتوزس والايكاينوكوكوزس، ايكاينوكوكوزس، وفي الاونكوسيركوزس، كل دي امراض بتسببها الايه؟ الهيلمنسز بانواعها الثلاثه. في امراض بتسببها البروتوزوا زي التريبانوسوما، السيلاريا، البيزنتويوزس، الانابلازموزس اللي هي بيسموها الجول سيكنس، البابيزيا زي اللي بيسموها تكساس فيفر او ريد ووتر فيفر او تيك فيفر، وفي الساركوسيستوزس اللي هي بتسببها ساركوسبوريديا. في امراض بتسببها ايضا بروتوزوا، بتسببها ايضا البارازيتك اللي هي الارثروبودز، ديزيزز كوز باي ارثروبود بارازايتس، زي الهايبوديرما بوفيس انفستيشن، زي حالات السكرو وورم مايزس زي الصوره دي، دي السكرو وورم ايه؟ سكرو وورم، دي السكرو وورم ايه؟ بتعمل سكرو وورم ايه؟ مايزس. دي امراض بتسببها الايه؟ البارازيتك. فدي كل الامراض، انواع الامراض واقسامها اللي ممكن نشوفها في الايه؟ في الانتي مورتم انسبكشن. جه القرار الحاسم، جه الوقت المهم جدا 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 ان انا كراجل فيترينيريان هاخد قرار في الانتي مورتم انسبكشن. القرارات خمسه،
القرارات ايه في بتاعه الانت مورتم انسبكشن؟ خمسه. القرار الاول هو ان الحيوان ما فيش فيه مشكله خالص، انيمال جادجد نورمال سلوتر وزود اندو ديلي، بقول له باص، بقول له ايه باص، فدي باص فور ايه فور سلوتر، باص فور ايه فور سلوتر. القرار الثاني باص فور سلوتر اه، ولكن امتى؟ بعد ما بعمل ايه سكند انت مورتم انسبكشن. طيب عشان اعمل سكند انت مورتم انسبكشن لازم اخلي الحيوان يقعد شويه من الوقت، ففي اديشنال هولدنج بيريود، في اديشنال ايه اديشنال هولدنج ايه بيريود، ودي عاده بعملها للحيوانات اللي هي مش فيها مرض، لا الحيوانات اللي هي ايه انسفيشنتلي ريستد، حيوانات ما استريحتش كويس، حيوانات فيها فيسيولوجيكال كونديشن، حيوانات فيها ميتابوليك كونديشن، هي دي الحيوانات اللي اقدر اعمل لها ايه سكند انت مورتم انسبكشن. يبقى الاثنين دول باص، ولكن واحده باص على طول بدون اي مشكله خالص، والثانيه باص ولكن بعد سكند ايه انت مورتم انسبكشن. القرار الثالث اللي هي باص فور سلوتر اندر سبيشال كونديشن، اه هعديها للذبح اه ولكن تحت ظروف خاصه، هذبح تحت ظروف خاصه. طب دي ايه دي؟ قال لك في اثناء الانت مورتم انسبكشن وي سسبكتس ذات البي ام انسبكشن فايندنج كود ريزلت ان partial or total condemnation، يعني انا متخيل ان الحيوان ده لما يخش هيتذبح لا اما هيحدث partial او total condemnation في هذا الايه في هذا الحيوان، جزء منه او كله. طيب في الحاله دي هتعامل مع الحيوان هنا على انه ايه suspect، the animal are treated animals في الحاله دي treated as ايه as suspects as ايه as suspects، وبالتالي السلوتر بتاعها deferred deferred يعني يؤجل، يؤجل امتى؟ يفضل بريفير to be slaughtered at the end of normal slaughter، في نهاية اليوم خالص بتاع الذبح الطبيعي أبدأ أذبح الإيه؟ هذه إيه؟ هذه suspected إيه؟ cases، هذه suspected إيه؟ cases. دي القرار الثالث. القرار الرابع وهي الكوندمنيشن، هعدم، خدت قرار بالإعدام. الإعدام لا إما لبابليك هيلث ريزونز، لا إما لميت سيوتابيليتي ريزونز، لا إما لأنيمال هيلث ريزونز. طيب الحالة الأولى اللي هي البابليك هيلث ريزونز، لا إما لأسباب ميت بورن هازاردز، يعني في مشكلة في اللحمة نفسها وهتسبب لي مشاكل أثناء تناولها، أو إن هي هتسبب لي مشاكل أوكيوبيشنال هيلث هازاردز، يعني مشاكل للبيئة نفسها، مشاكل مهنية للبيئة نفسها اللي هي هيذبح فيها الحيوان وهتسبب لي مشاكل للسلوتر هاوس نفسه وللعمال اللي شغالين والدكاترة وإلى آخره. أو السبب الثالث إن هي تكون unacceptable contamination of slaughter and dressing environment following slaughter، إن أنا لما أذبح الحيوان ده هيعمل لي مشكلة كبيرة جدا في إن هو يسبب لي unacceptable contamination للبيئة كلها بتاع السلوتر أو للدريسنج إيه؟ للدريسنج environment. طيب ده السبب الأول اللي هو الإيه؟ الـ public health reasons. السبب الثاني والثالث اللي هم الميت سوتابيليتي ريزونز والانيمال ايه والانيمال هيلث ريزونز، ودي تلاقي كل دوله وكل مكان بيبقى حاطط قواعد يقول لك عشان السبب الفلاني هنعدم الايه اللحوم، عشان السبب الفلاني هنعدم الايه هنعدم اللحوم عشان هتسبب مشاكل للانيمال او عشان هتسبب مشاكل للهيومن، فبيبقى حاطين تشريعات. فعشان كده بنقول ايه as specified in relevant national legislation and disposed of accordingly، يعني ايه؟ يعني على النحو المحدد في التشريعات المحطوطه عندك، في عندك في قوانين محطوطه لكل دوله وكل مكان بيقول لما يكون في كذا بعمل كذا، لما يكون في كذا بعمل كذا، حسب هذه التشريعات الوطنيه ذات الصله باخد قراري وبناء عليه ابدا اتخلص منه وفقا لايه؟ وفقا لذلك. دي قرار الايه؟ قرار الكوندمينيشن. القرار الاخير والخامس هو الامرجنسي سلوتر، الذبح الاضطراري. ايه الذبح الاضطراري؟ This judgment is made when an animal eligible for being passed under special conditions، يعني الحيوان هنا في الحاله دي اه يعدي ولكن تحت ظروف معينه، تحت ظروف ايه معينه، ولكن لو انا خليته زي الحاله الثالثه ان انا هحطه في نهايه الذبح وفي نهايه يوم الذبح هيسبب خطر على الحيوان نفسه وان الحيوان ممكن يموت، فبالتالي مش هاخره، لا ده انا في الحاله دي هضطر اخد قرار اخر ماشي مشتق من القرار رقم 3 اللي هو قرار ايه الذبح الاضطراري، اتدخل سريع، تدخل سريع. ليه؟ لان الحيوان في الحاله دي هيحصل له deterioration if there were a delay in slaughter، a delay in slaughter. فدي حالات بتبقى حالات اضطراريه، حالات اضطراريه زي ايه؟ زي acute pain،
ألم شديد جدا الحيوان بيعاني منه، حالات تروماتيك بيريكاردايتس زي الصورة دي كده بالظبط، حالات سيفير اكسيدنت، سيفير اكسيدنت حيوان متعرض لحادثة لسه هخليه لنهاية اليوم الذبح، لا مش هاخده، لا على طول لازم ياخد قرار ايه، قرار جريء وقرار سريع بالذبح الاضطراري او الامرجنسي ايه، الامرجنسي سلوتر. وكده انا بقراراتي دي ببقى حميت الانسان، حميت الحيوان، حميت البيئة نفسها بتاع الشغل سواء كان في السلوتر هاوس او حوالين السلوتر هاوس، في البيئة المختلفة، حميتها من مشاكل كتير جدا، حميت الاقتصاد، حميت المجتمع كله باتخاذ هذه القرارات قبل الايه، قبل الذبح، اللي هي قرارات الانتي مورتم انسبكشن. وشكرا جزيلا على حسن الانصات، ونلتقيكم ان شاء الله في محاضرات أخرى استكمالا لمحاضرات الميت هيجين. وشكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.